ما كتشوفوا هذه الكره ديال الفرماج غادي نقطعها. المهم غادي نقطع القياس اللي انا غادي نحتاجو، عفاه تبارك الله 2 كيلو هذا ديال التاج اللي شاركت معكم داك النهار، وغادي نقطع القياس اللي غادي نحتاجو، والشي الاخر غادي ندير في الكونجيلاتور لان 2 كيلو بزاف. عرفتي اللي عاملين فات تبارك الله خرج رمضان وباقي عندنا. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا غادي نديرو بساطلات بعجين ديال المسمن، يعني بالعجينه كيجيو زوينين ورائعين. فايت مشاركه معكم في القناه، دابا نحط لكم رابط في صندوق الوصف، وغادي نعاودهم دابا بلادان. هنايا خدينا طرفات ديال لادان وواحد بصله صغيره، ما صغيره ما كبيره، مويان شوربنا هكذا قطعناها بحال هكذا وصافي. درنا البصله وزدنا عليهم هذوك القطع ديال لادان، وغادي نديرو كلشي تشحى، ودرنا شويه ديال الملح وعاد نزيدو العطريه. السلام البنات، كي داير لاباس عليكم؟ كلشي مزيان اموركم عليا؟ نتمنىكم تكونوا بخير على خير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. كي غادي مع رمضان قولوا لي غلبتو ولا غلبكم؟ المهم دابا باقي مزيان الحمد لله، كنصومو مزيان، كنقيلو مزيان، كنشقاو في كوزينه مزيان، اللهم لك الحمد. كيف ما كتشوفوا اليوم فيديو جديد معكم ان شاء الله، نهار جديد وروتين جديد في التحضيرات ديال رمضان، ديال الفطور ديال رمضان. المهم خليكم معايا، اللي داتها في الفيديو اكيد غادي نشاركها معكم. نبداو على بركه الله. هنايا البنات بالنسبه للحشوه كيف ما كتشوفوا، من بعد ما تشحى لادان مع البصله صافي، زدنا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار والشعيه الصينيه من بعد ما حطيناها في الماء طايب صافي، وقطعناها في قطع صغيره وشويه ديال المعدنوس، وغادي نزيد دابا شويه ديال زيت الصوجا ديال الصويوس. صافي البنات، ونسيت ما قلتش لكم الزيتون مقطع، ما تشديوش عليا مع الصيام والطوخه، تشديوش عليا الزيتون مقطع. صافي دابا الحشوه موجوده عندنا، وغادي ندوزو نصاوبو السطلات ديالنا بالعجين. قطع لابعة يا رمضان احلى ايامك. بالنسبه للبنات غادي نقطع كيف ما قلت لكم على ربعه، هذا غادي نحكو وهذا نقطعو دي مورسو، بغينا شي سلطه ولا شي حاجه ولا ناكلو ولا شي حاجه، وهذا غادي نديرو في الكونجيلاتور. هاد الميكات البنات عاد خدينا من عند مول الخمسة دام، زوينين وصحيين، وقال كيتصبنو وتعاودو وكيتسدو، يعني عندهم هادي كتسد زوينه، خمسة بخمسة دام بحال هذا من الوقت. صافي هادو غادي نخليهم هنا، ما نديرهم في السلوفان عاد نديرهم هنا. بنات هانتوما البنات غادي نديرهم في السلوفان. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي. البنات هنايا غادي نطحن الفرماج، هذاك النص. صافا البنات هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نطحن الفرماج في هاد الهشوه، يعني في ضربه اصلا، ضربه فايشه مشاكه معكم المميزات ديالو داكشي، وفايت حطها معكم في القناه. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نطحنو، ومن بعد غادي نديرو في اكياس التجميد وغادي نديرو في كونجيلاتور. صافي من بعد ما طحنتو غادي نديرو في الاكياس، اكياس التجميد، بعدا نديرو في شي بول عاد نديرو في اكياس التجميد. هانتوما البنات شفتو كي تطحن، تخرج زوين، تخرج هكدا شعيرات زوينين. صافي نديرو في أكياس التجميد وغادي نديرو في كونجيلا. يا رمضان احلى ايامك، باركها المولى وادامك، الجنه تعطر انسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. يا رمضان احلى ايامك، باركها المولى وادامك. هنا يا البنات كيف ما كتشوفوا هادو قطعتهم دي مورسو، بغينا نديرو شي سلطه ولا شي حاجه ولا سلطه كنحكو منه. المهم هادو تخلوه
غزاف حتى هو غادي نديرو في الاكياس. وهادو قطعتهم دي بوكسو هما الاكياس اللي وجدت كيف ما كتشوفوا. هذا اللي خليت وهذا فرماج دي مورسو وهذا فرماج محكوك. تبارك الله جوج كيلو فيها الخير والبركه. والله حنا كل عام كناخذوها زعما ما تنصغناوش عليها. كما كتشوفوا البنات غادي نعجن العجين ديال البسطلات اللي غادي نعمر بهم البسطلات. هنايا درت الطحين ديال الطحين الفاص الكميه اللي تناسبكم. انا درت هنا 4 ديال الكيسان وشويه الملحه وواحد المعلقه ديال النيدو وشويه ديال زيت المائده صافي. وكنعجنها بالمبات والعجينه كتجي يعني ما قاصحه ما خفيفه بين وبين. دابا غادي ندلكها مزيان ونكمل معاك. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا دات ماما مخيمات بحال ما هكذا غير بالعجينه عجناتهم هكذا كيف ما كتشوفوا. وانا غادا نطيبهم غادي نقاصهم بالزيت وغادي نطيبهم كيجيو بحال بوشيه كيجيو زوينين ونداد مع الفطور ان شاء الله بحول الله. هانتوما البنات غادا نقاصهم شويه بالزيت. هنايا بديت كنطيب هاد المسمنات ديالي كيف ما كتشوفوا. ها انتم البنات شفتوا كي كيجيو هاكي يعني كيطابو بالزيت كيجيو زوينين. باش كيطابو كيتحلو كيجيو بحال المسمن كيجيو زوينين وفتين وهشاش. البنات كيف ما كتشوفوا المهم هذاك العجين اللي شاركت معكم عطاتنا 4 ديال الكويات. هنايا اختي هي اللي كتصاوبهم. دابا صوبات ثلاثة الاولين كطلقهم مزيان حتى كيبان لكم سطح العمل من العجين وكتلوهم على شكل رغيف وكتفاقوه بالزيت يعني ما كاين لا زبده لا والو كيجيو مواقين وزوينين. انا صوبت ثلاثة الاولين ودابا كتكمل هذه. يلا زيدي كملي. ها انتما كتلقاها مزيان ما كتقطع العجينه ما والو. ولكن السر فاش ان تخلي زعما العجينه هكذا هو تعجنها بالمبات كتبقى العجينه زوينه. اما الماء سخون لا هاد العجينه كتبغي تعجن بالمبات وصافي. سطح العمل يبان لكم من العجين ومدلوكه مزيانه ايوا كنديرهم على شكل رغيفات ونكمل معاكم. صافي البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما طلقات هكذا العجين كنديرو على شكل رغيفات وكنقسمو هكذا على شكل كنقسمو هكذا مربعات على 4 يعني كل مربع كيدير لينا بسطيله. كناخذ واحد الدائره هكذا وكندير فيها العجين صافي. كنبدا نعمر الحشوه. هنايا الحشوه استعلاء الفرماج غابي من الفوق كيف ما كتشوفوا. وخديت فرماج ساندويتش كنفاشو هكذا من التحت عاد كندير الحشوه وعاد عاوتاني كنزيد فرماج ساندويتش من الفوق وكنسد على شكل ديال بسطيلات. كتجيني شكل دائري شكل ديال بسطيله. ولا بقى لكم هكذا شي شفتوا العجين يعني كتيها مع الجناب ولا هادي بقطعوا منها باش تجيكم شكل دائري وما تجيكمش مخبزه ومعجنه من التحت باش تجي زوينه وتجي مقامشه وتجي زوينه. غادي نصما على الطريقه حتى نكملهم كاملين ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي ديالهم كي كيجيو. صافا البنات هنا كيف ما كتشوفوا هادو هما البسطلات ديالنا موجودين. وهنايا غادي ناخذ واحد هكذا كيودون وغادي ندير فيهم واحد التقبه الوسط باش نفاغ منهم هذاك الهواء باش في الطياب ما يتنفخوش. غنتقبهم بحال هكذا
هات قبل الوسط باكا باش في الطياب يجيو هما دوك وما يتنفخوش لينا. البنات باش غادا ندهنهم درت واحد شويه ديال زيت الصوجا مع شويه ديال التحماءه وغادي ندهنهم. هنايا البنات صافي من بعد ما دهنتهم بهذاك الخلاط اللي شاركت معكم صافي غادي تقاب ان شاء الله المغرب وندخلهم يطيبوا. وها هما هنايا من بعد ما طابوا كيف ما كتشوفوا جاوا صراحه هي دابا دايا مدخله الصوت في المونتاج. اما جاوا واحد التقاميشه يا سلام بسطلات بسطلات تحلفوا عليهم بالواقع ديال البسطيله والله ما هي بالعجين ديال المسمن. ايوا وهنايا غادي ندوز ندير واحد القهوه مع الصه قدو بالمجاج مع الفطور ان شاء الله بحول الله. ايوا هادشي اللي كاين اليوم شاركت معكم الفطور ديالنا من البدايه يعني حتى ادنى المغرب اي حاجه شاركتها معكم. ايوا صافي وهذه هي الطوابله ديالنا كيف ما كتشوفوا. المهم هادو هما البسطلات درت عليهم شويه فرماج من الفوق والبيض والمسمنات ديالنا ها هما حتى هما جاوا زوينين كيشهيو. وقلينا شويه الحوت وقليت شويه ديال لينيم يعني شويه ديال السيكا وهذه لا طارت بقات من البارح. الطوابله ديالنا كتجي متنوعه وصحيه وشهيه في نفس الوقت. وهذا عيب هنايا دات شو توا مع الفطور شي نشاركو معاكم. والعصر اللهم أديما نعمة حفظة من الزوال وصحتكم وراحتكم تانتوما الفطور. يلا خليتكم في امان الله مع فيديو جديد.